صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا نستقبل مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج وائل قواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا مستمعينا. مثل ما عودناكم فقراتنا تتنوع خلال الحلقة، عندنا الخبر المحلي والعالمي وموضوع فقرة السوشيال ميديا، وبنتطرق لموضوعنا التغذوي اليوم كذلك. نبتدي بخبرنا المحلي والعالمي، ولليوم اخترنا موضوع جدا مهم، وناس وايد يمكن تتساءل عن هذا الموضوع. يقول الموضوع: هل النوم 5 ساعات يكفي يوميا؟ يعتقد البعض أن 5 ساعات من النوم تكفي يوميا، وقد يكون السبب عدم معرفتهم بالآثار النفسية والجسدية للحرمان من النوم. وتفيد الأبحاث المتعلقة بالنوم بأن الجسم يحتاج إلى 7 ساعات يوميا على الأقل، وتوصي جامعة هارفارد ب7.5 ساعات إلى 9 ساعات يوميا من النوم. وتفيد تقارير طبية بأن كثير من مرضى القلق والاكتئاب يعانون من الحرمان من النوم، لأن نقص الراحة يأثر على توازن النشاط العصبي. وتربط دراسات هارفارد المتعلقة بنقص النوم المزمن بين السمنة وأمراض السكر والقلب، وبين عدم الحصول على ما يكفي من ساعات الراحة. وتتضمن الآثار الأخرى للحرمان من النوم ضعفا في القدرة على التفكير بوضوح والاستجابة السريعة وتشكيل الذكريات، وتنعكس هالتأثيرات على العمل والدراسة وأيضا على العلاقات الشخصية، لأن الواحد من كثر ما يفكر مرات حتى ما يقدر يرقد بطريقة صحيحة أو يرقد نوم عميق، فيومه الثاني يكون ما بقادر يركز، مزاجه متعكر، يحس بعمره مجهد وتعبان. ومن الناحية البدنية تعتبر الرشاقة البدنية والطاقة من ضمن ضحايا عدم كفاية النوم، وتتأثر وظائف القلب والتحمل البدني كذلك. وتشير تقارير مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل الجهاز المناعي والجهاز العصبي والسمنة ومرض السكري لدى الأشخاص اللي يعانون من اضطرابات النوم. ويمكن القول أن النوم 5 ساعات فقط في الليلة لا يكفي لراحة الجسم أو العقل. فإذا كنت تواجه صعوبة في النوم، يمكنك تدريب نفسك على القيلولة أو ممارسة تمارين اليوغا، لأنها بتعطي الشخص مدى الراحة واسترخاء بحيث يقدر يدخل في نوم عميق، أو التمارين الرياضية اللي تساعد على تنظيم هرمونات الجسم وتسهيل النعاس خلال الليل مع تقليل كمية الكافيين اللي يستخدمها الأشخاص. في ناس وايد بعدها يمكن، أو ناس وايد متعودة تشرب منبهات مثل الشاهي القهوة خاصة في الليل أو قبل النوم، فيأثر طبعا على نوعية النوم. إن خلنا نركز على شيء بعد جدا مهم، مو فقط ساعات النوم اللي نحن نحتاجها، نوعية النوم كذلك. يمكن شخص ينام 6 ساعات أو 5 ساعات بس ينامها بطريقة صحيحة، أو نومه يكون عميق بحيث ياخذ جسمه كل فوائد هذا النوم، وياخذ استرخاء وياخذ راحة وتصفية ذهن كذلك. في شخص ثاني يمكن ينام 9 أو 10 ساعات بس ينش أو يصحى من النوم يحس بعمره، بعده تعبان، بعده مرهق، تفكيره متشتت، حاسس بعده بإرهاق، ما بشبعان من النوم، يعني يقولك راقد 10 ساعات. هاي نقطة جدا مهمة، بس أول ما يركز أو تسأله كيف رقدت، متواصل ولا كنت تنش خلال نومك كل ساعتين تنش،
هذا كله يأثر، مو فقط عدد الساعات، نوعية النوم هي تلعب دور كبير في هذا الشيء. فنركز كذلك على نوعية النوم. مرضى كثير يوني يقولوا لي احنا نرقد 9 ساعات 10 ساعات بس بعدنا تعبانين، او جسمنا يكون مرهق، او انا شو الصبح بعدي ما مركز واحس ابغى ارقد زيادة. السؤال اللي اسأله تنش كم مرة في الليل، كم مرة تحس انك مستمر يستمر نومك؟ معظمهم ينشون أكثر عن 4-5 ساعات، وخلال هال4-5 ساعات يمكن نص ساعة ربع ساعة لين ما يرد يرقد مرة ثانية. فالتقطع هذا بعد يأثر على نوعية النوم اللي نامه. نركز على أشياء كثيرة، منها قبل ما نرقد أن ما يكون أي جهاز إلكتروني جنبنا ونجلس نشوفه، لأن هالشيء يشتت تفكيرنا وما يخلينا نرقد بسرعة. ها أول شيء. ثاني شيء، شرب المنبهات وايد قبل النوم بعد هذا الشيء. الواحد مرات يكون معصب وتعبان ومرهق ويصير دايركت يرقد. عشان شيء ذكروا اليوغا، حتى لو شخص ما يبي يسوي يوغا يقدر يفكر في مواضيع يحبها، أو يسوي يمارس هواية هو يحبها وتخليه يرتاح قبل ما يرقد، أو يتذكر أشياء شوي تخليه يرتاح، أو يتصفح أو يقرأ كتاب، بحيث يكون كتاب حتى طريقته سلسة وسهلة بحيث يقدر يريح قبل حتى ما يخلد للنوم نفسه. هذا هاي مستمعينا كانت بخصوص خبرنا المحلي أو العالمي، ويتطرقنا هل النوم 3 ساعات يكفي يوميا أو لا. ننتقل لفقرتنا الثانية وفقرة السوشيال ميديا، ومثل ما عودناكم بنتطرق لمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المداول فيها، سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى كذلك. ويانا الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور، عليكم دكتورة، عليكم سمعي داعت نوزي، وأنا أسمع النصايح دكتورة كثيرة فعلا، أحضن الأجهزة وأنا أرقد، مو بارقد معاهم. جميل أسماء، ترى معظمنا يمكن اتطرقت لهالموضوع لأنه يمكن كانت عادة عندي أنا بعد، بس ابتديت لاحظت أن نومي تماما يعني ما أقدر أواصل في النوم، يعني ما يعني تحسين اليوم الثاني بعد جسمك مرهق، تفكيرك ما تقدرين تركزين، مو بكأنك نايمة يعني راقدة عدلة. فشوية ما أقدر أقول لشخص، أو أقدر أقول نفسي تماما أوقفها وأبعدها عني، صح؟ نحس بمثل الفراق اللي ما نقدر نرقد. أحس يعني مخدم. بس شوية شوية نبتدي نقلل، ليه ما خلاص نبتعد عنها، نبتعد شوية عنها. أني الحين عند الخبر الرئيسي اللي كنا حاطينه يوم أمس، كنا حاطين خبر عن أن أكثر من 7 ملايين درهم تسلمتها صحة دبي من دبي الإسلامي دعم المرضى المعسرين. فكان يقول الخبر ثمنت صحة دبي الدعم الذي بادر به بنك دبي الإسلامي وقدمه لصندوق الصحة لعلاج ورعاية المرضى المعسرين، إلى جانب دعم بعض المنشآت الطبية التابعة لها، والذي وصل في دفعة واحدة فقط أكثر من 7,650,000 تم توزيعها لدعم مركز التلاسيميا، مرضى السرطان ومرضى القلب. تقريبا هاي يعني هذا كان الخبر الرئيسي أمس، وكان في تفاعل جميل معهم، ودائما دائما يعني صندوق الصحة يسوي الكثير من البرامج والمشاريع دي دعم المرضى المعسرين في هيئة الصحة، ونقول لهم يعني بعد هالخبر جزاهم الله خير على الجهود وعلى عملهم في توفير العلاج للجميع، وإنه يعني يخففون جزء كبير من الوضع الصحي عند يعني غير الوضع الصحي، يكون النسيع على الأقل تكون أهدى شوية لما يكون واصلين إن في حد يدفع عنهم، خصوصا المرضى المعسرين. وأسمع مو بالشخص أو المريض نفسه اللي يتأثر، عائلته كبرها تتأثر كذلك. يعني ما يكون بس للشخص المريض أن الحمد لله يتعافى أو يلقى على الأقل علاجه يكون يعني متوفر، حتى الأشخاص اللي حواليه عائلته، لأن إذا شخص مريض ومو بقادر يتعالج لأسباب مختلفة العائلة كذلك تتأثر اللي حواليه. بس هذا الشيء جزاهم الله خير، يعني وميزة أنه دائما هناك يعني شخص متبرع. يعني في أحد الأشخاص مرة ذكر لنا قال الحمد لله أني أنا لما مرضت في الإمارات، يعني هو
يعني شوي ضايق انه مرض، لكن هو يحمد ربه على الاقل انه مرض الامارات انه تم التكفل بمصاريف علاجه، لو الحمد كان موجود لله. في مكان ثاني احتمال ما كان. فايادي البيضاء كثيره، ونحن دائما نشجع الاشخاص انهم يتبرعون دائما باللي يقدرون عليه، سواء يعني اذا كان عنده صحه بالتبرع بالدم، واذا صحيح كان عنده خير بالتبرع بالمال، لان صحيح كلهم يساعدون المرضى في الهيئه. صحيح. كنت ونذكرهم اقول انه ما بيساعد شخص واحد، حتى التبرع بالدم يساعد كذا شخص، فما بالك صحيح بعد بالتبرع، يعني اي نوع تبرع سبحان الله، يعني ما بشخص واحد اللي بيتاثر، اشخاص كثير حوالين هذا الشخص. مشكورة دكتورة، أتمنى لكم الصحة والسعادة وعطلة سعيدة إن شاء الله. عطلة سعيدة يا أسماء، ويومك أسعد إن شاء الله. أسماء جناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين بتكون فقرتنا التغذوية، وبنتحدث عن نصايح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان. طبعا مرضى ضغط الدم أو مرض ضغط الدم واحد من الأمراض المزمنة اللي يكون كذلك مصاحب أمراض ثانية، أو مرات يكون الشخص مصاب فقط بمرض فقر ضغط الدم. خلال هذه الفترة الأشخاص اللي عندهم مرض ضغط الدم يحتاجون الأغذية معينة، أو أنهم يلتزمون بنظام غذائي معين، كذلك أدويتهم يفضل أن يستمرون عليها. مثل ما نذكر دائما قبل شهر رمضان، الشخص يزور طبيبه المختص لأي سبب كان، سواء عنده مرض ضغط الدم أو عنده مرض السكري أو أي مرض مزمن، يناقش مع الطبيب قدرته على الصيام ولا لا، وكذلك على طريقة أخذ أدويته في فترة الصوم أو خلال شهر رمضان، لأن طبعا أوقات الأكل والشرب تختلف تماما، وعندنا فترة معينة يقدر الواحد يأكل ويشرب فيها، أو تغيير الجرعات كذلك. الحين بنتكلم كذلك عن موضوع مهم، وهو التغذية اللي تلعب دور كبير في أي مرض مزمن يتعالج منه الشخص. ويانا اليوم الأستاذ نجلة درويش عبيد، أختص اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير نجلة. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة، ونصبح جميع المستمعين ونقول لهم جمعة مباركة ويومكم سعيد إن شاء الله. ويومك أسعد يا نجلة. بداية صراحة الموضوع جدا مهم، وخاصة في فترة شهر رمضان. طبعا مائدتنا الحمد لله تتنوع بالأطباق، وأشخاص كثيرين يقولون يعني هو شهر واحد وكذلك يعني نشتهي من هذا الشيء ونشتهي من هالشيء، بس يتخوفون كذلك من أثر هذه الأشياء كلها والمأكولات كلها كذلك على صحتهم. صحيح، نحن يهمنا دكتورة بعد شهر رمضان، يعني الناس يطلعون من شهر رمضان وهم خلاص يعني اللي يبون يحققون الوزن المثالي واللي الصحي وصلوا له، واللي حافظوا على مستويات ضغط الدم والسكر، واللي حافظوا على صحتهم، ويعني نقول لهم حتى ان رمضان فرصة للتغيير، فرصة ان اللي ما يعني ما بدا قبل يستمر، حتى يعني ياخذ الفرصة هاي من رمضان ويستمر فيها حتى لبعد رمضان، يعني صحيح. يغير اسلوب نمط حياته، يتبع عادات صحية، يعني يتحسن في يعني تناوله للغذاء الصحي، يعرف شو الاكلات اللي ممكن يتناولها. فمرضى الضغط فعلا لهم اهتمام خاص في رمضان، ويفضل انهم يتبعون من حيث الوجبه، يعني اللي المعروفه انهم طبعا يقسمون وجبه الافطار ويركزون على الاكلات يعني اللي فيها فوائد غذائيه، وتعينهم على الصيام في شهر رمضان، وتمدهم بالعناصر الغذائيه اللي يحتاجون يستفيدون منها. نعم. أسمع، ننتقل اللي هي شو الوجبة المثالية اللي نقدر نقول عنها لمريض ضغط الدم عشان يحافظ بعد على المستوى الطبيعي لضغط الدم خلال فترة الصيام؟ إيه، نحن عندنا دائما ننصح المصابين بضغط الدم أنهم يتبعون نظام داش. الناس بتسأل شو نظام داش؟ هو ضرورة أنهم يتناولون يعني البروتين قليل الدسم، يعني اللي منزوع من الشحم والدهون، وهال البروتين من الأسماك، من الدياي، من السمك، من البيض، الحبوب الكاملة، يعني الخبز الأسمر اللي فيه أو الأرز الأسمر اللي فيه ألياف غذائية أكثر. الغرض أن نحن دكتورة نركز على الألياف الغذائية واللي متواجدة بعد
بكثرة في الفواكه والخضروات. يعني دائما ننصح مريض ضغط الدم انه يعني اول ما يعني يبدا الوجبه الرئيسيه على الفطور انه يبدا بتناول السلطه الخضروات. اهم شيء انه يركز على الالياف الغذائيه ويخفف من استهلاك الصوديوم، لان في ناس يعني ممكن يطعمون الاكل في بعض الوجبات او الاطعمه اللي هي الجاهزه ممكن احنا نطعمها ما نحس بطعم الملح او نحس بالصوديوم، لكن محتواها من الصوديوم يعتبر عالي. صحيح. فمهم انهم يكرون مثلا قراءه يعني البيانات بطاقه الغذائيه ويعرفون محتوى الصوديوم، ما يعني ما يفوق عن الحد الطبيعي، ما يحطون الملح على مائده الطعام اثناء يعني طهي الاكل والطبخ والتحضير، ما نحط الملح بكثره، اقول مثلا لا نسوي بجدر وبزيد الملح وبعدين يعني خلاص يوم الشخص تناوله يحس بكميه ملح زياده. وفي النهايه على التعود، يعني مثلا اذا من المعود يعني الأشخاص اللي في البيت على كمية الملح، إذا دوم يتعودون أن الملح زيادة بيصير عندهم هذا يعني عادات. صحيح. هي عادات يتبعونها، فنحن نخفف كمية الملح ونستغيب عنها بالتوابل الثانية اللي ممكن تحسن من نكهة الطعام ونقلل كمية استهلاكي للملح وبدلها بالمنكهات الأخرى والتوابل الأخرى وحتى الليمون، الأشياء اللي ممكن تضفي طعم ونكهة للأكل يعني بشكل صحيح عام. وتكون عوضا حتى عن الملح، عوضا عن الملح البدائل هذه، وحتى نركز على الأطعمة اللي فيها بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم. يعني الكالسيوم في منتجات الألبان، خلينا نقول البوتاسيوم كذلك، حتى دائما نسمع الأطعمة والفواكه اللي تساعد مرضى ضغط الدم انه يعني تضبط عندهم مستويات ضغط الدم، مثل الموز التمر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الفراولة، هالأشياء ممكن تساعدهم انهم يضبطون ضغط الدم عندهم. وايد مفيد انهم حتى يركزون عليها اثناء شهر رمضان حتى بعد شهر رمضان، بحيث ان اكلهم يكون صحي وفي كميه الياف غذائيه يعني كبيره، هو يعني هالشيء اللي بينظم عندهم مستويات ضغط الدم. صحيح. ودنجله بعد هذه فرصه، يعني الشخص عنده شهر كامل، يعني تغيير العادات الغذائيه خلال هذا الشهر يعني مثل ما نقول يعني جزء بجزء او بالتدريج، فالواحد لنهايه الشهر حس انه تعود على نظام غذائي جديد. صحيح. وبالعادات تصير بالتعود، يعني على انه يطعم الاكل انه لا بيصير يتعلم انه يقرا التفاصيل يعرف كم كميه الصوديوم، بغض النظر في ناس تركز على الصوديوم في الماء، نحن نقول مثل غزوف الماء. صحيح. لان الماء كميات بسيطه، هي يعني في ناس بس ماسكين الصوديوم في الماء ان هذا قليل صوديوم هذا زيرو هذا كذا، لا الصوديوم كميات قليله في الماء شو ما شربه وعادي، بس اهم شيء نحن نركز في الاطعمه في الاكلات اضافاتنا للملح. يعني اذا دائما حطيت الملح الدالي وقلت لا بزيد الملح شويه وبحطه، يعني ما احطه على مائده الطعام، اتفادى المخللات، احاول اتجنب الاطعمه الغنيه بالصوديوم الغنيه بالاملاح وحتى الدهون. يعني بيقولون الدهون ما له دخل بالضبط، لا نقلل كميات الدهون، الاطعمه المدخنه اللحوم المصنعه، حتى المعلومه اللي حلوه يعني نقلل استهلاكها الكافيين. نعم صحيح. المشروبات المنبهات اللي فيها نسبة كافيين بكمية كبيرة خاصة للناس اللي يعانون من يعني اضطراب في ضغط الدم. صحيح. وهذا جدا هاي النقطة جدا مهمة، يعني الناس مرات ما تربط الكافيين بارتفاع ضغط الدم، تربط الملح أكثر بارتفاع ضغط الدم. فعلا فعلا مشروب الكافيين مش موجود يعني في المشروبات الغازية في المنبهات القهوة الشاي عدة مشروبات تحتوي على نسبة كافيين، ويعني نحاول نقللها حتى خلينا نقول الكاكاو بعد فيها نسبة كافيين، فنقلل استهلاكنا للكافيين بشكل عام وناخذ المقدار اللي جسمنا يحتاجه بحدود 300 او 400 ملي جرام من الكافيين في اليوم. يعني خلينا نقول اذا على مستوى القهوه يعني العربيه يعني نخفف قد ما نقدر، الفناين تكون بكميات حجمها اصغر، بالاضافه للشاي نبتعد عن المشروبات الغازيه. يعني هالنصايح حابين نوجهها لمرضى ضغط الدم اساسا يعني يحافظون على مستويات ضغط الدم عندهم في شهر رمضان وغير رمضان. صحيح. لان كذلك دور الغذاء او دور الوجبات كذلك مهمه، مثل ما نقول دور الادويه، حتى لو انا اخذ ادويه وانا اكلي ما منظم يعني ما بينتظم الضغط معايا بس بالدواء. صحيح. فبيضطر ان ارفع الجرعات او يضطر الطبيب يرفع الجرعات اساس الشخص يعني يتوازن عند الضغط، بس دور التغذيه جدا مهم. فعلا فعلا يعني لازم نحن نربط هالشيء التغذيه الرياضه
العادات، شرب الماء بكميات كافية، هاي كلها لها يعني أدوار في يعني الحفاظ على مستويات ضغط الدم. هذا للمصابين، وحتى اللي يبون يتجنبون يعني أو يقون أنفسهم من ضغط الدم، بعد نقول لهم يعني اتبعوا هذه النصائح وهالعادات الصحية، وإن شاء الله يعني بيكون أجسامهم من أن يصابون يعني بضغط الدم المرتفع. صحيح. نجلة، ذكرتي الرياضة، وطبعا الرياضة جدا مهمة سواء الشخص عنده أي مرض مزمن أو حتى إذا الشخص كان سليم وبدون أي أمراض مزمنة. طبعا وضع الرياضة كذلك في شهر رمضان لها وضع يمكن مختلف، في ناس وايد يمكن تشكك تقولك ما أقدر ألعب رياضة في شهر رمضان، أنا جسمي مرهق، أنا ما أكل، وفي ناس كثيرة بالعكس تشجع للرياضة وخاصة في شهر رمضان. فحابين نتعرف أكثر يعني بخصوص الرياضة والنشاط البدني، وشو هو الوقت المناسب لمرضى ضغط الدم لممارسة هاي الرياضة؟ هي معلومة حلوة دكتورة، لأن في ناس يقولون إحنا عندنا ضغط ما بنلعب رياضة، يعني ممكن يأثر علينا، ممكن تزيد ضربات القلب. لا بالعكس، الرياضة والنشاط البدني وايد مهم حتى لمرضى ضغط الدم. الوقت، اختيار الوقت المناسب يعني قبل الإفطار مباشرة، وإن المدة ما تزيد عن ساعة، يعني خلينا نقول نص ساعة لساعة قبل الإفطار، هذا يعتبر الوقت المناسب. طبعا بغض اذا المصاب مصاب ضغط الدم حس باعراض صداع او شيء، مثل ما انت عارفه دكتور ممكن يعني يكسر صومه اذا حس بهالاعراض اللي مصاحبه لضغط الدم، وهذا باستشاره الطبيب المعالج كذلك. صحيح. وبعد الافطار، يعني خلينا نقول مو بعد الافطار مباشره، يعني انا اكل وعلى طول اروح العب رياضه، لا بعد الافطار بساعتين ثلاث ساعات ممكن امارس رياضات ونوع في الرياضات، وخلينا نقول لو يبدون يعني حتى لو يمارسون الرياضات 30 دقيقة في اليوم يعتبر جدا ممتاز، باختيار الأوقات المناسبة، ويعرفون يعني قراءات، يعني دائما يشيكون على قراءات ضغط الدم عندهم، هل هي في المعدلات الطبيعية، هل هي مرتفعة، هل هي نازلة. مهم جدا يعني لهم يفحصون مستوى ضغط الدم ويتبعون النظام الصحي الغذائي مع الرياضة، وما يتبعونه بانتظام، لأن الانتظام في الرياضة وايد تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية. صحيح. تحدثنا نجلة عن التغذية، وتحدثنا كذلك عن الرياضة، الحين ننتقل لنقطة كذلك مهمة وهي أدوية التحكم بضغط الدم. شو هو الوقت المناسب اللي يقدر شخص ياخذها، وهل يفضل يعني يفضل تأخيرها لين فترة السحور؟ لا دكتورة، عادة الأدوية اللي هي طويلة المفعول تأخذ لمرة واحدة يفضل بعد صلاة التراويح أو بعد العشاء مباشرة، والأدوية اللي تستخدم مثلاً مرتين خلنا نقول تنعطى حبة بعد الفطور وحبة على وجبة السحور، فيعتمد على نوع الأدوية وعلى الجرعات اللي هم يأخذونها. صحيح. وفي ناس مثلاً يأخذون ثلاث جرعات أدوية، فيفضل أن يراجعون الطبيب المختص عشان يغيرون الجرعة قبل رمضان، مثل ما ذكرت دكتور أني أراجع الطبيب وأعدل جرعات الأدوية عندي، وممكن الطبيب يوفر لي بعد البديل المناسب، اللي بدال ما أخذ مثلاً هالجرعات أخذها في جرعة واحدة أو يكون مفعولها أكثر عن هالأدوية. لمجرات البول دكتورة ما نفضل يكون في بداية، يعني ما يكون على السحور، لأن المصاب بضغط الدم يحس أنه تعبان ويتردد على الحمام دوم، فممكن يأخذها في بداية المساء. صحيح. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة كذلك، يعني قبل بداية شهر رمضان الواحد يراجع طبيب المختص ويسأله بخصوص أدويته، إذا في تغيير في التوقيت بخصوص الدواء أو حتى تغيير في الجرعات بخصوص الدواء، أوقات الدواء كذلك، لأن اختلاف طبعا، وهذا شهر واحد يعني، فالواحد يفضل يعني القعدة مع الدكتور ما بتاخذ نص ساعة بس، بيستفيد منها الشخص وايد من ناحية يعني للشيء الصحي لجسمه، وكذلك خلال الشهر ما يتعرض لأي مضاعفات خلال شهر رمضان المبارك. أستاذ النجلة، نشكرك للمعلومات الوافية اللي عطيتينا إياها في هذه الفقرة. كل الشكر لكم دكتورة، ونشكر بعد كذلك جميع المستمعين، ونتمنى لهم إن شاء الله دوم يكونون بصحة وسعادة وعافية وحياة خالية من الأمراض. أستاذ النجلة درويش عبيد، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التغذوية، خلكم ويانا، طالعين فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا.
في فقرتنا الأخيرة اليوم في البرنامج بنتحدث عن فعالية تنظمها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مجلس شباب هيئة الصحة بدبي، وهي حملة رمضانية تحت شعار صحتكم أمانة، تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى نشر الوعي الصحي لدى جميع فئات المجتمع. وللحديث أكثر عن هالحملة يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم محمد بن لاحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ سالم. صباح الخير دكتور، كيف الحال؟ حياك الله ويانا في برامج صحة وسلامة وسعادة. يا مرحبا بك، الله يسلمك ومبروك عليك الشهر. وياك الله يطول عمرك. أستاذ سالم، طبعا الحملة الرمضانية من اسمها يعني صحتكم أمانة، وصحيح صحتنا أمانة، فحابين نتحدث أكثر عن هذه الحملة. طبعا جزاك الله خير على يعني أنكم تواصلتوا ويانا على أساس نلقي الضوء على الحملة هذه. هو طبعا هذا ثمار التنسيق بيننا وبين صندوق الصحة وبين مجلس الشباب هيئة الصحة. نعم. على أن نطلع بمبادرة يعني مجتمعية، دائما احنا مرابطين رمضان بحملات تغذية وما تغذية وهذه، فحبينا السنة ننزل للميدان أكثر ونستهدف يعني أنها تكون حملة تثقيفية توعوية. ممتاز. نستهدف إلى يعني أن نوصل أكبر معلومة صحية لفئة المجتمع بشكل عام. يعني حابين تعرفنا أكثر عن أهمية هاي الحملة وشو أهدافها كذلك؟ إحنا يعني يعني اختارينا فئتين مهمات في المجتمع اللي هي بشكل عام المواطن والمقيم. نعم. في الدولة، واختارينا فيها العمال. نعم. كشريحة مهمة بعد في البلاد يعني. وهدفها يعني طبعا إحنا أن إحنا بيكون هناك أن نوصل المعلومة الصح في رمضان أو غير رمضان بالنسبة للعمالة وبالنسبة للمواطنين بشكل عام. يعني استهدفنا سكن العمال بالنسبة للمواطن للعمال. نعم. واستهدفنا مجالس الأحياء كتنشيط للمجالس وتنشيط يعني أنا نوصل للمواطن أو للمقيم في يعني يمكن نقول نحن في بيته. يعني تكون بشكل يومي أستاذ سالم هذه الحملات يعني طول شهر رمضان؟ هي أخذ الحملات هاي بكل حال حطينا جدول يعني تنسيقي. نعم. مع لجنة اللي هو مجلس الشباب. نعم. واختارينا أيام معينة يعني لنا بالنسبة للعمال، اختارينا أكثر من سكن عمالي يكون في كثافة عمالية زيادة. نعم. حاولنا نوصل أول طلقناها الأسبوع الماضي في إجراء الفحوصات وبعض المحاضرات اللي هي عن التغذية وعن المحافظة على الصحة العامة. ممتاز. والهدف اليوم يعني إن شاء الله أن بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الأحياء أن نعطيهم المعلومة بطريقة ممكن تكون عندنا محاضرين استشاريين. ممتاز. نبذة عن بعض البرامج. وتكون خلال ويكون بعد شيء تفاعلي كذلك، إذا أي واحد عنده استفسار، أي واحد عنده يعني يبقي يستوضح من نقطة أكثر، يعني يقدر خلال الفترة نفسها يسأل فيها. في استشارات عامة بتكون يعني، وفي استشارات التغذية في رمضان كيف، لأن المحاضرة بتكون بتتكلم عن التغذية في رمضان، وعندنا الدكتورة سلوى بتتكلم عن كبار السن وكيف التعامل مع كبار السن، إذا كان عندك في بيتك كبير سن كيف أنت تهيئ لكل الظروف الملازمة يعني مناسبة. بالنسبة لل يعني إحنا بنسوي استشارات يعني فحوصات الطبية العادية اللي هي الضغط السكر الوزن والطول والأشياء هذه، وفي استشارات العامة هذه. بالنسبة لفئة العمال إحنا يعني خلينا إن إحنا مجلس أو صندوق الصحة الحالات للإخوان أو الأخوات اللي هم في مجلس الشباب يوم بيشخصون الحالات وبتحتاج حالات معينة لبعض الفحوصات الإضافية أو بعض العلاجات الإضافية. صحيح. بالتنسيق مع الشركات ممكن صندوق الصحة يتكفل بعض الخدمات الصحية وبعض
يعني التغذيات هذه يعني. ممتاز، لأن خلال هذه الفحوصات حتى لو كانت الفحوصات الطبية بسيطة، بس مرات يطلع يعني يطلع الواحد عنده سكر أو عنده ضغط، فيحتاج متابعة، مو فقط أني بلغت أن عندك ضغط أو عندك سكر، فيحتاج صح. معلومات أكثر. أنت تعطيه المعلومة، تعطيه أنك أنت عندك ضغط، بس لازم تسوي أنك يعني تأخذ الدواء بانتظام، صحيح نظامك الغذائي لازم تمشي. فهي كانت الأسبوع الماضي تجربة الأخوات في مجلس شباب الصحة يعني مع السكن العمالي، وتفاجئوا أن في بعض الحالات كلها ضغطها مرتفع. صحيح، فكان يعني التجربة كانت مفيدة، أن بدنا يعني نقول لهم لازم كيف تحافظ على ضغطك، لأن الضغط إذا ما حافظت عليه ترى ممكن يفهجمك في أي وقت يعني. صحيح أكيد. فعلا يعني ويكون صامت أو ما عنده أعراض الشخص، يعني ما يحس بأي بالضبط. أعراض يعني، ويتفاجأ أول ما ينفحص أنه عنده ضغط مرتفع. الجميل كذلك أنكم اخترتوا فئة يمكن تمثل يعني فئة تحتاج يعني تثقيف أكثر، واللي هم العمال، واضطرقتوا أنكم أنتم توصلونهم كذلك إلى سكناتهم. الحمد لله يعني احنا حتى يعني ويا نور دبي او مؤسسه نور دبي وصلنا حتى فحوصات العيون، يعني وصلنا بالسياره فحص العين حتى في السكنات. يعني تعرفين حتى الاهداف الرئيسيه لحكومتنا ولهذا ان يكون الصحه العامه يعني واحده من الاهداف الرئيسيه، يمكن يعني انك يعني ترسخ الصحه العامه في كل يعني مرافق الدولة ومرافق البلاد يعني. صحيح. أستاذ سالم، اتطرقنا بطريقة سريعة بخصوص الفحوصات، بس حابين نتعرف أكثر، شو هي أنواع الفحوصات الطبية والمجانية اللي تقوم بها هذه الحملة؟ هو بتكون الفحوصات العادية اللي هي الفحوصات الضغط والسكر تعرفي اللي هي الصحة العامة، الفحوصات العامة. صحيح. مع ان هناك احنا معانا طاقم تمريضي اذا احتاج بعض الحالات خاصه العمال، بعض يعني اذا كان في عندهم جروح او بعض التدخلات اللي تحتاجها، او حتى بالنسبه لبرامج العلاج الطبيعي او الفيزيوثيرابي. يعني احنا كنا ماخذين ويانا استشاري او اخصائي علاج طبيعي ممتاز، يعطي بعض النصائح اذا في بعض الحالات تحتاج، حتى في المجالس بيكونون نفس الشيء موجودين أخصائي العلاج الطبيعي إذا بعض المواطنين أو كبار السن أو هذا بغى يستفسر عن إصابة معينة أو جلسة معينة صح ولا غلط، يعني بيكون موجودين الاستشاريين هذيلا لتقديم مثل هاي الخدمة مثلا. يعني ما فقط ركزتوا على الأمراض والأمراض المزمنة، يعني ركزتوا على أشياء كثيرة كذلك يعني تثقيفية، ومنها العلاج الطبيعي، يعني خاصة للعمال إصاباتهم كثيرة، فيعني فقرة العلاج الطبيعي بتفيدهم بشكل كبير. نحن شفنا أن الدكتورة مثل هالمبادرات يعني دائما تكون مثلا التشخيص العادي للضغط والدم، صحيح، حبينا أن نكون نضيف عليها شيء أكثر يعني أن بشكل ما قلنا التشخيص العلاج الطبيعي إذا المريض يحتاج لشيء. الأخوات طبعا في مجلس شباب دبي، نعم، شباب الهيئة يعني وفروا لنا الكادر الطبي والمتطوعين اللي هم شاركوا في الحملة ودعم وتشجيع، يعني كان من أهداف طبعا مجلس الشباب دعم وتشجيع الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية المجتمعية، صحيح، والتنسيق يعني في مثل هذه الأحداث يعني وتنظيمها، فكان في لهم دور بارز يعني في يعني هذا. والحمد لله كتجربة العمل الميداني للشباب يعني كانت يعني لها نتائج إيجابية ما شاء الله. ممتاز. طبعا إذا حاب أي شخص أو أي فرد من هيئة الصحة أو يعني يعني يتطوع خلال هذه الفترة، يتواصل مع منو؟ مع الأخ دكتور عاش المهيري طبعا منسق مجال الشباب أو نعم. الشباب وممكن يعني هي تعطيكم النظام التطوع كيف أو الاشتراك في المبادرات أو حتى المبادرة هذه يعني. ممتاز. نرجع أستاذ سالم ذكرت أنت المناطق اللي تستهدفها الحملة، حابين نرد نذكر المستمعين في هاي المناطق اللي تستهدفها الحملة. والحملة طبعا احنا يعني بعد تنشيطا يعني لدور هيئة تنمية المجتمع والمجالس الأحياء
فاختارينا بالتنسيق وياهم مجلس المسجين نعم ومجلس الخواليد، واختارينا سكن عمال يعني مثلا في ورسان وسكن عمال في الجوز، نعم يعني على أساس نختار منطقتين عماليات نعم. إلى جانب منطقتين سكنيات فيهن المواطنين يعني متواجدين بشكل كبير يعني. صحيح. اليوم إن شاء الله بتكون هي أول حملة بالنسبة لمجالس الإحياء، بتكون في مجلس المسجد، وإن شاء الله نتمنى أن يكون في عدد من الحضور يستفيد من البرنامج هذا يعني. إن شاء الله، خاصة أن الحملة هذه تثقيفية وليس فقط يعني إجراء فحوصات يعني فقط، يعني أنها تثقيفية كذلك، يعني أن نفس ما ذكرت أن في محاضرات معينة بتتطرق لها الحملة هذه، منها محاضرة بخصوص كبار السن اللي بتلقيها دكتورة سلوى، المحاضرات اللي بتكون عن طريق دكتورة نجلة درويش أو الأستاذة نجلة درويش بتقدم عن التغذية في رمضان. ممتاز. بالنسبة للشخص العادي وبالنسبة لكبار السن يعني. نعم، يعني مواضيع تهم الجميع، ما تهم فئة معينة كذلك. أستاذ سالم، اتطرقنا لمجلس شباب هيئة الصحف دبي، وطبعا هذه الحملة الرمضانية بالتعاون مع مجلس شباب هيئة الصحف دبي، فخلنا نتحدث عن دور هذا المجلس في هذه الحملة بالخصوص. هو بهاي الحملة وبشكل عام يعني دائما مجلس شباب الهيئة أخذ العاتق على عاتقه يعني الدور التطوعي في هيئة الصحة يعني، وخاصة إحنا يعني هيئة متخصصية يعني، فالكادر الطبي يعني يمكن كان له دور في جائحة كوفيد في الفترة الماضية. صحيح. يعني يمكن المجلس الشباب والكادر الطبي إن كان طبي أو فني أو تمريضي كان لهم دور يعني واضح في التطوع في حملات كوفيد 19 يعني. طبعا الخبرات اللي تراكمت عندهم كمثل هذه التنظيمات حبوا بعد انهم يشاركون المجتمع فيها في ان يكونون يعني في الميدان بالنسبه للافكار هذه، يعني نكون يوم نستهدف عمال كيف يكون طبيعه انك توصل للعمال، وحملاتنا نحن تبدا في رمضان من 9:30 بالليل يعني الساعة 11 يعني، وفي أماكن سكن العمال، فهي كتجربة طبعا بالنسبة لهم يمكن تكون جديدة. صحيح. بس إن شاء الله تكون يعني مفيدة للطرفين، للمتطوع دائما حنا وكل وللجهة أو للبيئة نفسها يعني. أكيد، خاصة أنك تحس يعني الشعور أنك تقدم هذه الخدمة يعني لناس محتاجتنها وبدون طلب من هذه الفئة المجتمعية، يعني هذا جدا شعور جميل. ونحن وصلنا للجماعة يعني، وما شاء الله التزام الأخوات أو الأخوات موجودين، كانوا إن تايم يعني الساعة 9 كانوا موجودين في المكان، والتنظيم كان يعني أكثر من رائع يعني. ممتاز. فترة الحملة هذه من الساعة 9 ل 11 من الساعة 9 ل 11 إن كان حق مجالس الأحياء أو إن كان حق سكنات العمال يعني. نعم، اليوم يعني في مجلس أم سقيم بتقوم من 9 لين 10 لين 11. اليوم هي الدعوة عامة يعني، دعوة اليوم اللي يسمعنا يعني في الإذاعة إنه الحضور لمجلس أم سقيم يعني، والاستفادة من البرنامج بشكل عام يعني، بالنسبة لإن كان مقيم أو إن كان مواطن ممكن الاستفادة يعني، إن كان حتى من سكان جميرة أو يعني المقيمين اللي فيها أو المناطق القريبة منها يعني. وهذه دعوة نوصل لها وهي دعوة خدمة يعني. صحيح، وهي دعوة كذلك من البرنامج يعني لأي شخص يعني ساكن سواء في منطقة المجلس أو كذلك في المناطق الأخرى أن يحضر هذه الجلسات، خاصة الجلسات أو الحملات التثقيفية واللي هي صحتكم أمانة. الجميل في هذه الحملة كذلك أنها بتطرق المواضيع كبيرة، ما ركزت على فئة أو مرض معين أو شيء، الواحد يتثقف، الواحد كذلك في فحوصات بسيطة تتوالي ياخذ النصيحة منها
وكذلك الفئات اللي انتم اخترتوها، او ان استاذ سالم يعني قصدي الفئات اللي بتعرض خلال هذه الحمله، يعني سواء الطاقم التمريضي، الاطباء، التخصصات، التغذيه، العلاج الطبيعي، ركزتوا على فئه كبيره طبيه، يعني ما كان التركيز على فئه معينه. نحن دكتورة بعد ربطناها، يعني تفاجأ نحن الأسبوع الماضي كان يوم الصحة العالمي، صحيح، فكان شعار يوم الصحة العالمي كوكبنا وصحتنا، فإحنا يعني يمكن اختارينا حتى صحتكم أمانة من منطلق شعار الصحة يوم الصحة العالمي، اللي هو يعني ربطاً البيئة أو الصحة أو الأكسجين أو يعني المكان النظيف وهذا بالصحة. فإذا أنت عايش في مكان نظيف وهذا بيكون مثلا معلوماتك الصحية أو حياتك الصحية يعني بتكون. فربطنا يعني اليوم يعني صادف أن اليوم العالمي يخدم نفس أهداف حملتنا نحن يعني. صحيح، وهذا جدا مهم، وحتى عنوان الحملة صراحة يجذب يعني صحتكم أمانة. أستاذ سالم باللاحج نشكرك لمشاركتك اليوم ويانا في الحلقة، يعني بخصوص الحملة الرمضانية صحتكم أمانة. مزاج الله خير، مشكورة دكتورة، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. الأستاذ سالم محمد باللاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة لحلقتنا اليوم، وتكلمنا عن الحملة الرمضانية صحتكم أمانة، ونذكركم أنها اليوم بتكون إن شاء الله في مجلس أم سقيم من الساعة 9 لين الساعة 11 المساء. فجميل الواحد يشارك في هذه الحملات، ياخذ منها الفقرات التثقيفية، وكذلك تنعمل فحوصات بسيطة وياخذ النصايح اللي يحتاجها خلال هذه الحملة. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة لليوم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة دبي، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج وائل قواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأثنين، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.